أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: ما حكم الصلاة على الفرشة النجسة؟ نعم، ما حكم الصلاة على الفرشة النجسة إذا وضع عليها سجادة للصلاة وهو يعلم بنجاسة الفرشة التحتية وتكرر ذلك منه معتقدا أن صلاته صحيحة؟ الصلاة صحيحة لأن الفراش الذي تحته طاهر، ولكن هو يعتمد على شيء نجس مغطى، الصلاة صحيحة في حد ذاتها. لكن الفقهاء يقولون: إن طين أرضا نجسة أو فرشها وصلى عليها صحت الصلاة وكره هذا العمل، لأنه يعتمد على النجاسة ويقف على النجاسة فيكره من أجل ذلك. نعم.